اي نعم. ويسأل يقول الآن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في صعوبة في قضية الوصول إلى قريب من القبر يعني داخل المسجد للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الناس والزحام، وأيضا هناك في تنظيم لتخفيف هذا الزحام وترتيب الأمر، فتسجل طلبا وهكذا حتى يأتي دورك وتدخل. فيقول إذا كنت أنا لا أستطيع أن يعني أسجل في هذا الطلب أو ليس عندي وقت أو غير ذلك، هل أستطيع أن أتي إلى قبلة المسجد وأستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعد، يعني أبعد من الذين في الداخل، وأقول السلام عليك يا رسول الله؟ يجوز، يجوز، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.